هنا مرتبتان، هنا مرتبتان. المرتبة الأولى أن المسلم يؤجر على المرض بمجرد وقوعه ما لم يجزع أو يتسخط على القدر. الثاني إذا صبر على ذلك فإنها مرتبة أعلى من الأولى، ولذلك يؤجر على المرض بحصوله ويؤجر قدرا زائدا على هذا إذا صبر واحتسب وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، ونظر إلى عظيم حكمة الله عز وجل في هذا الابتلاء، في هذا الابتلاء. ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب، هذه أمراض بدنية، ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. ولذلك نجد بعض الناس قد يكون لديه مرض نفسي، يعني يعاني أمراض نفسية وعقد نفسية، هذا يحتسب الأجر. والمطالب من المسلم أن ينظر إلى أسرار وحكم المرض. شمس الدين ابن القيم رحمة الله عليه تكلم على أسرار هذه الأمراض وفوائد هذه الأمراض، وذكر بأن فيها ما يزيد على 100 فائدة، أسرار وحكم وفوائد. ولذلك المؤمن ينظر إلى هذه الأمراض، ينظر إليها نظرا شرعيا، ويعلم بعظيم حكمة الله عز وجل في هذه الابتلاءات.